اهلا بكم متابعي فيتو ومنصتها على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم انا محمد عصر من داخل مدينه المحله الكبرى او سوق الاثنين هنا في مدينه المحله الكبرى في محافظه الغربيه، لنرصد لحضراتكم اسعار وانواع الحمام هنا. اهلا بك معانا على فيتو. عرفنا بنفسك الاول. اخوك محمد العناني المحله الكبرى ان شاء الله. طيب استاذ محمد، انتوا هنا معروفين عندكم جميع انواع الحمام وجميع الاشكال والاسعار. قول لنا كده بقى، عرفنا بانواع الحمام اللي عندك واحده بواحده كده، وكل واحده بسعرها. ده باب زينه. ده باب زينه اسمه ايه؟ نمس. نمس شكله عجيب قوي. ده كراوج. واخد نتايج اللي هي البيضه اللي انت حضرتك شفتها ديت. طيب اسعارهم كام بقى؟ الاصل في المستوى دوت يعمل 1000. المستوى ده يعمل 1000 جنيه ان شاء الله. ماشي تمام. عرفنا بقى بحاجه ثانيه. في برضه حاجه زي كده. دي حاجه اسمها استرالي تورك. ده طبعا المحله مش مشهوره بيه، ده مشهور في اسكندريه عن المحله. تمام. استرالي تورك؟ كورك. كورك؟ ماشي. هو اسمه يعني كده؟ مش اللي هو بيطلع من هنا ده. تمام. ده ظرف، ده حاجه اسمها كورك. ده بيعمل كام ده؟ جزء من ده يعمل 200 جنيه. جزء بيعمل 200. تمام ماشي عرفنا. حاجة تانية بقى؟ في برضه حاجة زي كده. ده كينج. كينج سيلفر. كينج سيلفر؟ تمام. والحاجة دي برضه يعتبر زينة يعني. ده تقدر كينج اهو. يعني معظم اللي عندك هنا زينة. حسب الموجود. انتوا جايين طبعا متأخر. الصبح كان فيه طبعا أشكال كبيرة. ده عامل كام؟ ده الجزء ده بيعمل 1000. بيعمل 1000؟ متميز طبعا بالتكشيره، السدر العريض، لونه طبعا لون السيلفر ده جامد جدا. الفار الحمام ده ما بيطيرش. ده ما بيطيرش اخره كده؟ طبيعي بينقل مثلا متر، الكلام ده ما يزيدش عن كده، هو كده بس. ماشي. اللي بعده بقى. معانا برضه حاجه زي كده اسمه قبلة قشر بندق. تمام؟ ماشي. قبلة قشر بندق ده يا جماعة. معانا كده قبلة فحم. عامل كام ده بقى؟ القص بيعمل 750 جنيه. 750؟ 750 ده قبلة أخضر. في منهم برضه في الأحمر وعلى وردي. في البنفسجي. في أنواع جديدة. ده حاجة اسمها لحم فرنسي. ده لحم فرنسي؟ ده لحم فرنسي ده اللي مطلوب حاليا يعني. ده اللي هو عليه أكتر إقبال؟ إقبال في مصر النهاردة على اللحم الفرنسي. ليه بقى؟ منه دورة الإنتاج بتاعته سريعة. تمام. بيلحم العش في العش على بس الزينة برضه ما... لا هو تبيع. تبيع ولا زينة؟ تبيع؟ تبيع بالزينة. موجود بقى معانا عندنا هنا الزواجل. ده حمام الزاجل؟ اسمها دولبر. دي حاجة اسمها دولبر باب الزواجل. فرد زي ده الفرد يعمل 100 جنيه. تمام. عندنا هنا الزواجل بقى بتبدا الفرد ب 40 جنيه والكلام ده. ب 40؟ بيبدا الفرد ب 40 جنيه. الغربيه مشهوره برضك بالحمام الزاجل. الزاجل ومدينه الخصوبه. دي حاجه برضك اسمهم راس دايق. اسمهم راس دايق اسمه دوت. مستوى طبعا متوسط. حاجة زي كده الفرد يعمل 50 جنيه، أسعار بسيطة خالص يعني. في حاجة زي بلا كيلو برضه قوي. ده عامل كام درا؟ الجزء ده عامل 750 إن شاء الله. 750؟ وموجود بقى الهزاز دوت، ده برضه في باب زينة، ده حاجة اسمها هزاز أمريكي. هزاز أمريكي. هزاز أمريكي؟ الجزء بيعمل 400 جنيه منه إن شاء الله. انت قلت المكان هنا فين بقى في المحلة؟ ده ايه ده الاخر بقى؟ ده حاجة برضو اسمها قطاط. قطاط يعني. قطاط؟ قطاط دي. ده جوز معاه زغلول. ده عامل كام بقى؟ الجوز ده بيعمل 400 جنيه. ما بيطيرش برضه؟ لا بيطير. معلم احمد ده بيعمل 400 جنيه. بيطلع.
ده ب 400 جوز بابنهم ب 400 دينار جوز بابنهم ب 400 دينار مستوى طبعا متوسط في حاجات اعلى وفي حاجات اقل بس احنا طبعا بنحدد السعر حسب طبعا الحاجه المستوى اللي في ايدينا ما بنحدد السعر طيب قول لنا المكان هنا فين حته بالظبط بره طبعا احنا حاليا في قلب سوق الحمام في قلب سوق الحمام محل الكبرى ان شاء الله طبعا كل حاجه بتطلع منها بالضمان بفضل الله تمام بالضمان يعني ايه يعني حضرتك خدت مثلا جوز حمام لا قدر الله ما اشتغلش بتجيبه وتاخد فلوسك تاني طبعا ما فيش حد بيعمل الكلام ده بس طبعا ديت الحمد لله اللي خلت ما بيننا وما بين الناس مصداقيه الحمد لله ربنا يرزقك ربنا يخليك الله يخليك تسلم أعزائي متابعي فيديو منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي كنا معكم من داخل مدينة المحلة الكبرى وبالتحديد سوق الحمام هنا في محافظة الغربية كنت معكم أنا محمد عصر شكرا لحضرتكم.